أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف يمتلك الناس بعضهم أحسن الله إليكم، يقول السائل: كيف يمتلك الناس بعضهم بعضا في ذلك الزمان حتى جاءت هذه الأحكام بالعتق؟ أولم يكن الناس أحرارا؟ أم أن الله جعل عليهم الرق بسبب الكفر، بسبب الكفر، فإذا استولى المسلمون على أولاد الكفار في المعركة ما يقتلونهم، يكون عليهم الرق، أو على نساء الكفار ما يقتلونهن، يكون عليهن الرق، عليهن الرق. الله هو الذي جعل الرق عليهم، عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. لما تمردوا على عبادة الله جعلهم الله عبيدا لغيرهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.